الإليزي للمرة الأولى في تاريخه بلا غاز أو كهرباء. 3 ساعات عاشها القصر الرئاسي الفرنسي بلا طاقة بعد إيقاف نقابة الطاقة بباريس إمداداتها لمعاقبة الرئيس ماكرون، أول ضحايا قرار تفكيك شبكة كهرباء فرنسا. الحكومة الفرنسية تواجه اضطرابات مضادة لسياساتها. الاحتجاجات الفرنسية اتخذت طابعا عماليا بوجه الليبرالية، منها احتجاجات عمال سكة الحديد منذ أبريل الماضي. ماكرون يواجه احتجاجات عدة بسبب الفساد. قضايا فساد الحكومة فاحت رائحتها حتى وصلت للإليزي. الفساد شمل أليكسي كولير مدير مكتب الرئيس الفرنسي، والاتهامات تلاحق ماكرون منذ دخوله الإليزي، فهل ينجو منها؟